بالنسبة لهذا النظم أو الناظم، نتكلم عن النظم والناظم. أما الناظم فالمعلومات عنه أقل من القليل، بل لا يكاد يعرف أصلا، ولهذا اختلف في اسمه، فقيل إنه عمر كما قاله النبهاني في شرحه وحكاه الزركلي في الأعلام عن الشك، وقيل طه كما جزم به عمر رضا في معجم المؤلفين. إذن هو عمر أو طه من محمد بن فتوح الدمشقي البيقوني، ولا يدرى هل هذه النسبة إلى بلد أو قرية أو أب أو جد أو نحو ذلك كما ذكره النبهاني، وتوفي كما قيل سنة 1080 هجرية. هذا كل ما يعرف عن الناظمي. أما النظم فشهرته تغني عن وصفه، فهو نظم مختصر، نظم مختصر لا تتجاوز أبياته 34 بيتا، كما نص على ذلك الناظم في آخر نظمه بقوله فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. وهذا المتن أو هذا النظم على صغره وقلة أبياته قام بشرحه مجموعة من العلماء القدامى وكذلك المعاصرين، منها شرح الزرقاني وشرح خليفة النبهاني وكذلك محمد الأمين بن عبد الله الإثيوبي الهراري، وكذلك هناك طبعا من المعاصرين علي بن حسن عبد الحميد الحلبي إلى غيرهم من الشراح الذين شرحوا هذا المتن المبارك، فاشتهر اشتهارا كبيرا. طيب نمر الآن بإذن الله تعالى قبل الشروع في شرح المنظومة، وهي منظومة سهلة ميسرة يمكن للأخوات بفضل الله تعالى أن يحفظنها، فحاولنا بفضل الله تعالى وستحفظ لديكن، فهي ميسرة سهلة من 34 بيتا، يعني في كل حصة تحفظ 3 أبيات أو 4 بحسب طاقة حفظ كل طالبة. طيب إذن هناك تعريفات أولية لا بد أن نتكلم عنها، أن نتكلم عن هذه التعريفات لأنها ستصادفنا أثناء الشرح فلا نتوقف عنها في كل مرة، ولهذا لا بد من معرفة هذه المصطلحات لأن هذا العلم هو مصطلح الحديث، هناك مصطلحات تتعلق بهذا العلم فلا بد أن نعرفها وأن نعرج عليها. إذن ما هو علم المصطلح؟ هو علم بأصول، بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند، وسنعرف ما هو السند، والمتن من حيث القبول والرد، هذا هو علم المصطلح. هذا العلم يعتني كما قلنا بالسند، السند وهم طبعا سلسلة الرجال الموصلة للحديث، مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله، هذا هو السند. وهناك المتن، المتن والمتن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال بأن السند من الناحية اللغوية هو المعتمد، هو المعتمد، ومن الناحية الاصطلاحية هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. أما المتن يقال لغة ما صلب وارتفع من الأرض، ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني عندما ينتهي السند نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بعد ذلك هو المقصود بالمتن. طيب
بالنسبة للحديث، الحديث لغة هو الجديد، ويجمع على أحاديث، اصطلاحا هو ما أضيف، الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وهناك من يضيف قبل البعثة وبعد البعثة كذلك، لأن هناك إرهاصات كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنها الرسول بعدما نزلت عليه الرسالة، كذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواقعة التي وقعت له لما وضع إزاره على عاتقه ليحمل ليساعد في حمل الحجر لبناء الكعبة أغمي عليه. هذه أحداث وقعت قبل البعثة، فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. عندنا الحديث وعندنا الخبر. الخبر لغة هو النبأ، النبأ وجمعه أخبار، وجمعه أخبار. من الناحية الاصطلاحية يتضمن ثلاثة أقوال. أولا، الخبر مرادف للحديث أي معناهما واحد. ثانيا، مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره. ثالثا، أعم منه، بمعنى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. هذا هو المقصود بالخبر. عندنا كلمة الأثر. الأثر، الأثر لغة هو بقية الشيء، اصطلاحا فيه قولان، هو مرادف للحديث، مرادف للحديث أي معناهما واحد اصطلاحا، مغاير له، مغاير له هو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من أقوال أو أفعال. هذا هو المقصود بالأثر. عندنا الإسناد، هذه المصطلحات كلها ستصادفنا أثناء الشرح. الإسناد له معنيان، أولا عزو الحديث إلى قائله مسندا، نقول هو البخاري بسنده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويقال الإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند، يعني الإسناد والسند كلاهما واحد. عندنا المسند بفتح النون، المسند هو اسم مفعول، أسند يسند مسند، لأنه فعل رباعي تضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مسند اسم مفعول من أسند الشيء إليه، أسند إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه، ونسبه إليه. اصطلاحا له ثلاث معاني. عندما نقول المسند فالمقصود به كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحاب على حدة، ونعرف المسند المشهور مسند الإمام أحمد، يعني يأتي بأحاديث أبي هريرة، يأتي بأحاديث ابن عمر، يأتي بأحاديث عمر، يأتي بأحاديث أبي بكر الصديق، يأتي بأحاديث عائشة مثلا، بأحاديث حفصة، هذا هو المسند، يأتي بمرويات كل صحابي على حدة. هذا عندما نسمع الإسناد يتبادر إلى، يعني المسند يتبادر إلى ذهننا أن المقصود هو مسند إمام أحمد. المعنى الثاني، عندما نقول حديث مسند، حديث مسند بمعنى الحديث المرفوع المتصل سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. المسند، نأتي الآن إلى كلمة المسند. لماذا؟ بالكسر، 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 هو من يروي الحديث بسنده، يروي هو الحديث بسنده، سواء كان عنده علم به
أم ليس له إلا مجرد رواية، سواء عنده علم بهذا السند أم أنه من ضمن رواته فهو يرويه فقط. وعندنا المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ورواية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. عندنا الحافظ، كلمة الحافظ فيه قولان، هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل أرفع درجة من المحدث، فوق المحدث يعني، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله من طبقات الحديث، من طبقات السند، وسنعرف هذا إن شاء الله. عندنا الحاكم، ما مثلا الحافظ بن حجر، نقول الحافظ بن حجر، والحفاظ كثيرون جدا. وعندنا الحاكم، مثلا الحاكم نيسابوري. من هو الحاكم؟ هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، على رأي بعض أهل العلم. إذن هذه المصطلحات لابد من معرفتها، ولابد أن نقف عليها، لأننا سنتداولها أثناء كلامنا عن شرح هذا النظم المبارك. طيب، إذن كمقدمة لهذا العلم نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة سنمر إن شاء الله إلى شرح البيقونية. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن نكون من الذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديث رسول الله، وأن نكون من الذين ينشرون الصحيح ويبينون الصحيح الضعيف والسقيم والموضوع والمكتوب. نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العلم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.